عدنا الى المراكز الانتخابيه اللي مسموح للاعلام يدخل بها. طبعا هذا المركز زرناه قبل 5 ساعات بدر الكبرى البنين، طبعا حاليا الساعه 6:10. طبعا الساعه بيش جيت انت؟ والله قبل ساعه جينا قالوا الاوراق خلصت، واكثر العالم شو باوع كلها دخلت جوا ورجعت. فيعني شنو السالفه ما نفتهم. ما هاي قبل ساعتين انا جيت، لما ما وصلني السرا طبينا لي جوا قال توقفت الاوراق النهائي، ما عندنا ورق مال اقتراع ما اكو. ونتمنى من الفائزين اذا فازوا لا ينسون اهل الموصل، لان الموصل هاي 10 سنين مهمشه. يعني حتى السيد رئيس الوزراء لما جاء على الموصل زار الايسر ونسى اهل الايمن، واهل الايمن متضررين، واهل الايمن شالوا حمل المعركه، وهالساعته التموين نفسه التموين يعني عيطلب شغلات من المواطنين، هويه يريد حتى ياخر توزيع المواد الغذائيه. ونحن تعبانين ووضعنا تعبان، لا كهرب لا ماي، الحفريات بالشوارع. يعني المهم احنا نريد الوضع يتحسن، واذا ما تحسن انا اطمن الحكومه العراقيه انه هذا اخر انتخاب. هسه حاليا شنو مشكلتك انت انتخبت؟ انا شلون انتخبت حتى نطلع من خطيتهم، حتى نعطيهم اخير تشانس. طبعا اليوم اكو مشكله، اليوم الناخب يجي بعشر دقائق على ما يكمل عمليه الانتخاب ماله. زين انت يا ترى العدد الهائل في الموصل يعني ما حسبوا الحساب انه هذا يريد لعشر دقائق. الموصل اقبال ما طبيعي. اي فالمفروض كان من المفوضيه العليا المبجله كان يلقون حل لهذا الموضوع. 250 شخص رجع ما انتخب. بس تعال علي 250 شخص ما انتخب لحد الان، احد الغرف بس، اكثر من غرفيه ما انتخبنا. يقولوا الجهاز قفل من الاوتوماتيكين، الجهاز قفل، بعدين ورق ماكو. ما ايش ذنبنا احنا؟ صوت روح. طبعا هذا الكلام موجه الى كل شعبنا الكبير. البشرى لكم، وشكرا لكل قدم سارت من بيتها قطعت الاميال حتى تنتخب. شكرا للمفوضيه، وشكرا لجهود الكيانات الحزبيه المراقبين. طبعا هذه الجهود، وشكرا لاهلنا في نينوى. اعزائي المشاهدين، الان اغلق الصندوق، هذا الجهاز بالاعداد الناخبيه. ثانيه سناخذ محطه محطه ننقلها ونرسلها للمكتب الوطني. المكتب الوطني عن طريق القمر الصناعي الفيزات. اعزائي المشاهدين، احنا طبعا ناخذ اراء، والحكم يبقى للشارع وللمسؤولين في المفوضيه. احنا اليوم ما ننطي حق للمواطن ولا ننطي حق للمفوضيه، احنا نحاول نوصل الخيط المقطوع بيناتهم. بالباب قالوا احنا 250 واحد جينا بالخمسه ما انطونا ورق بس، ولكن هنا يقولون احنا عندنا كميه خاصه ما نقدر نستقبل اكثر. اذا هذه الاراء ما بين هذا وذاك. الصندوق يقفل اعزائي المشاهدين هنا، والتصويت ينتهي، ودون تمديد الساعة 6:10 أغلق الصندوق وأغلقت الصناديق في كل محطات نينوى.